وبكرة إن شاء الله بنبلش مناقشة. طيب اليوم يا شباب بدنا ناخذ، أخذنا إحنا السوكيتس، بدنا ناخذ بس مثال بسيط نشوف كيف نتعامل مع اليو دي بي سوكيت. الأمثلة اللي أخذناها إحنا في الماضي على البي سي بي سوكيت تقدر تطبقها أنت على اليو دي بي سوكيت نفسها، بس إحنا اليوم نشوف الآلية كيف اليو دي بي بيشتغل. زي ما اخذته في مساق الكمبيوتر نتوركس او الداتا اند كمبيوتر نتوركس بتاخذه انت المساق، شفنا في شيء اسمه تي سي بي، في شيء اسمه يو دي بي. مين بيعرف شو الفرق بين التي سي بي واليو دي بي؟ مين بيعرف يميز او ما بيعرف فيش الفرق؟ اكنولجمنت اليو دي بي، ايش يا خليل؟ اليو دي بي ما فيش اكنولجمنت بيستعملوا بالضبط، للبث المباشر ولا يعني بتعاملش مع الايرور كنترول تكنيكس، هيك بيكون جوابك، بتعاملش مع الايرور كنترول بيكون تكنيك. اسرع. ايوه فاحنا بالضبط لكم انا بالفصل هذا حكيت لكم عنه شوي، انا اكيد حكيت لكم عنه، انا بعرف بيجي هذا اليوم اللي اشرح فيه اليو دي بي. يعني احنا تخيلوا عن طريق الجافا، في السوكيتس في الجافا احنا بنتعامل مع التي سي بي ستاك ومتعامل مع اليو دي بي ستاك. طبعا التي سي بي زي ما بتعرفوا هو عباره عن ريلايبل بروتوكول، يعني موثوق، يعني كل باكيت بترسلها انت السورس هوست او اللي بيرسل الباكيت بتاكد ان الباكيت اللي بعثها وصلت او ما وصلت. انت اخذت في مساق الداتا اند كمبيوتر نتوركس اخذت انه في عندنا شيء اسمه الاكسس كنترول بروتوكولز، كان في والايرور كنترول بروتوكولز. الايرور كنترول بروتوكولز ان هن ستوب اند ويت وجو باك ان وسيلكتيف ريجكت، ذاكرينهم حسبنا وقت الافشنسي لكل نوع من هاي انواع البروتوكولات، انه افضل انه اسوء، شفنا كيف نتعامل معها. يعني باختصار شباب، ستوب اند ويت كل فريم ببعثه لازم يجي على اكنولجمنت، جو باك ان بيعمل اكنولج لست اوف فريمز ان وان اكنولجمنت، سيلكتيف ريجكت بروتوكول بدل ما يعمل جو باك ان يعيد ارسال جميع الفريمز اللي وصلت اوت اوف اوردر، لا هو بس بيعمل ري سبمشن للفريم او اللوست فريم، مش لكل الفريم اللي انبعثت. يعني الجو باك ان حتى لو فريم وصل ساوندز جود ولكن اوت اوف اوردر بيعمل له اجنور. السيلكتيف ريجكت لا، طالما هو داخل سلايدنج ويندو بيعمل له اكسبت حتى لو كان اوت اوف اوردر. شفنا كيف الخوارزميات اللي بتتعامل مع هذا النوع من البروتوكولات، وحسبنا كمان الافشنسي، وشفنا ان الافشنسي في السيلكتيف ريجكت افضل ولكنه مور كومبليكيتد. ما علينا شباب، تي سي بي بيستخدم هذا النظام عشان يحقق ريلايبل كوميونيكيشن. لهذا السبب احنا التي سي بي بنستخدمه في البراوزنج، في الفاينانشال ترانزاكشن، يعني في الترافيك اللي بدنا نضمن وصوله للديستنيشن. بينما اليو دي بي اليوزر داتا جرام بروتوكول، على فكره اثنين بيستخدموا الاي بي از كارير. يعني كيف بيطلع اليو دي بي؟ يو دي بي اوفر اي بي. كيف بيطلع التي سي بي؟ تي سي بي اوفر اي بي. احنا نقول تي سي بي اي بي صح باختصار؟ هي تي سي بي بروتوكول واي بي بروتوكول ثاني، يعني الاي بي بيكون عباره عن كارير للتي سي بي ترافيك، يو دي بي اوفر اي بي، الاي بي لاير بتكون كارير لليو دي بي ترافيك. لما عندك انت ويب بتتعامل مع شو انت؟ مع الاتش تي تي بي اللي هو اوفر تي سي بي اوفر اي بي، الاي بي شباب هو الكارير اللي بيحمل جميع انواع الترافيك بين التو هوست او عن نتورك. فاليو دي بي برام سريع. ليش سريع؟ لانه فيش في ايرور كنترول تكنيك ولا في كثير، الهيدر تبعه مش كثير كومبليكيتد، ما بهمكش موضوع الريلايبيليتي، لهيك مستخدمه احنا في ستريمينج ابلكيشنز، ومستخدمه كمان في الدي ان اس ريزوليوشن انها تكون سريعه جدا. تي سي بي مستخدمه في الاذر ترافيك، تكون اي نوع اي حسب الابلكيشن، يعني في ابلكيشن تستخدم اليو دي بي، في ابلكيشن تستخدم تي سي بي. احنا تعلمنا بدايه كيف نستخدم التي سي بي عن طريق السوكيت، في سيف سوكيت وسيرفر سوكيت، وشفنا كيف نعمل اكسبت اتسترا، وشفنا كمان في التي سي بي انت لما تقل السيرفر يعمل اكسبت لكلاينت بصير بلوكينج، يعني ما بتعامل مع اذر كلاينتس الا بلا ما نسوي ثريدنج ونعمل لكل كلاينت ثريد، بس بضل الكونكشن متصل بينك وبين الكلاينت حتى تعمل كلوز. لما تعمل كلوز انت خلص توقف الاتصال بينك وبين الكلاينت. بينما في اليو دي بي شباب او في الداتا جرام لا، انت تبعت باكيت وبتتعامل مع الكلاينت از انديفيديوال باكيتس، مش بتعامل معها از كونكشن. الكلاينت ما بتعمل فيش انه اكسبت الكونكشن، هون هو بتعامل مع انديفيديوال باكيتس بغض النظر منين جاي. تخيلوا كيف؟ وهيك الانترنت على فكره بتشتغل.
احنا بنتعامل مع individual packets instead of individual connections. فلهذا السبب يعني حلو جدا بالعلم يا شباب الاشي اللي اخذناه نظري في الكورسات تجي نطبقه هسه عملي كثير حلو بعزز مفاهيم النتوركينج عندك. يا واحد يسالك شو فرق بين الدي سي بي واليو دي بي وتكون شغال عليه انت برمجيا يعني كثير بتكون الامور بالنسبه لك اوضح وبتكون فاهمها بشكل اعمق بصراحه افضل بكثير. حتى نجرب شباب نبلش نتعامل احنا مع اليو دي بي. اليو دي بي شباب على فكره عندنا كلاس واحده اسمها داتا جرام سوكيت، هي من خلالها بنعمل كلاينت ومن خلالها بنعمل سيرفر. داتا جرام سوكيت بنعمل مع سوكيت از كلاينت وسيرفر سوكيت از سيرفر. هون لا يو دي بي، احنا في اليو دي بي بنتعامل مع وان تايب اوف كلاس اللي هي الداتا جرام سوكيت. داتا جرام سوكيت طبعا بتربي اكسبشن اللي هو سيرفر سوكيت. لهذا السبب احنا بنستخدم هنا throws exception ونريح راسنا لانه في عندك عده انواع من الاكسبشنز مش بس واحد. بنستخدم الاينت ادرس كلاس كمان هسه بترمي برضه اكسبشن. هذا السبب انا بحط اكسبشن هون وبريح راسي على المين. طيب وبدنا نعمل امبورت للجافا دوت نت، امبورت جافا دوت نتورك دوت ستار داتا جرام داتاجرام سوكيت. هات نبلش في الكلاينت اسمه كلاينت تساوي نيو داتاجرام سوكيت. شباب مش هطول عليكم نص ساعة بالكثير، مش راح اطول عليكم. نيو داتاجرام سوكيت وبدك تعطيها هنا انت بورت. هسه شباب الداتاجرام عكس التي سي بي، التي سي بي كنا نعمل اكسبت الكونكشن ومن خلال الكونكشن انت تبعت تستقبل تعمل جيت انبوت ستريم وجيت اوتبوت ستريم اذا ذاكرين. بس في اليوزر داتا جرام ما عندنا ستريم، ما عندنا احنا شانل مفتوحه، عندنا باكيتس. لهذا السبب يا شباب بدنا نستخدم الداتا جرام باكيت، يعني ما نعمل احنا بدك نركب هالباكيت ونحط فيها المسج. ودائما المسج في الباكيت بتكون اري اوف بايتس ما بتكون سترينج. لهيك اذا عندك سترينج بدك تحوله لاري اوف بايتس بدك تستخدم ميثود اسمها جيت بايتس زي ما كنا نستخدمها في الماضي. داتا جرام سوكيت كلاينت بتساوي نيو داتا جرام سوكيت. اذا حطيتها هون شباب هاي زيرو مبدا ان الزيرو باكيت اسف البورت، هاي معناها شباب انك انت اختار اي بورت افيلبل واستخدمها يا جاف فيرتشوال ماشين تتعامل مع الاوبريتنج سيستمز وبتختار اني ان يوزد بورت اور اني افيلبل بورت. هي بتختار اي بورت افيلبل مش مستخدمه بتتعامل معها. داتا جرام سوكيت تستخدم باكيت اسف تستخدم بورت غير مستخدمه available port هاي بنسميها. انا بعرفهاش كبروجرامر مش معناها زيرو، مش معناها زيرو باكيت او زيرو بورت اسف، هاي مش معناها الرقم البورت زيرو. مع الزيرو هون بتعني اختار اني افيلبل بورت، تشوز اني افيلبل بورت. طيب هيك خلاص؟ لا طبعا بس انت عشان ترسل الكلاينت بيش يبلش يرسل بتعرفوا كيف ريكوست ريبلاي. الكلاينت ما بيعمل ريسيف، لو عندي دبني سيرفر بقول له ريسيف، لو دبني كلاينت بقول له سند. صح؟ كلاينت يرسل عشان يستقبل، سيرفر يستقبل عشان يرد. الكلاينت بده يرسل صح؟ كيف يرسل؟ بنعمل باكيت يا شباب. داتا جرام شو قديش داتا جرام في شويه سبيسيفيك ديتيلز اكثر من الباكيت. طلع نعمل باكيت. مثلا سند باكيت بسميها انا بتساوي نيو تعمل الايكو هذا السيرفر تبعنا نيو داتا جرام باكيت طلعوا شباب شو بنحط فيها البيانات وحجم البيانات والديستنيشن والبورت اربع بارامترز البيانات نفسها الري اوف بايتس وطول البيانات بالانتجر والديستنيشن ادرس بالاينت ادرس كلاس والديستنيشن بورت ذاتس اول. هاي الداتا جرام سوكيت للترافيك اللي بيطلع البورت تبعت شو بدي اطلع من اي بورت هاي بيختارها افيلبل اي وحده افيلبل. داتا جرام باكيت اكتب له اي شيء لاست ليكتشر مثلا جرد مثال بس مش سترينج شباب دوت جيت بايت تنساهاش جيت بايت شو بترجع للجيت بايت طلع عليها شو بترجع هاي جيت بايت شو بترجع الجيت بايت ترجع الري اوف بايتس
فاصلة نفسها يا شباب get bytes length get bytes حسب هذا برجع نظام في اثنين في حسب نظام التشغيل يعني لو حطينا بس اللاست اكتر دوت لينك مش المفروض يطلع نفسه المفروض يطلع نفسه بس ما اشوف صراحه يطلع نفسه هيك اضمن طيب الكلاينت مش هو اللي بيشبك على السيرفر هو بيشبك على السيرفر هذا هو نو سيرفر بنشبك عليه حلو هسه بدك توصل انا اينت اس بكتبه بعد شوي اينت ادرس دوت لاحظ كيف الفرق بين الدي سي بي في الدي سي بي جيت باينير طبعا في الدي سي بي يا اخوان غلط في الدي سي بي يا اخوان كنا نتعامل مع الديستنيشن كانه عباره عن سترينج بين دبل كوتيشنز نكتب لوكال هوست صح بس هون اينت ادرس بنستخدم تاخذ هي انستنس من الاينت ادرس جيت باي نيم لشو لوكال هوست السيرفر انا عملته لا ما عملتوش السيرفر فبقى انا بعطيه انا بدي اتوقع دائما سيرفر هسه بورت نمبر 44 احفظوا لي هالبورت نمبر 44 لوكال هوست 44 شفتوا كيف هالباكيت الباكيت بدي ارسلها كلاينت في تو فانكشنز كلاينت سند وريسيف سند لمين للسند باكيت بدي استقبل الشباب بدي استقبل دائما كمان داتا جرام باكيت قدام كمان داتا جرام باكيت عشان استقبل فيه وبدي اخزن الداتا شباب في اري اوف بايتس اذا بعمل بايت داتا مثلا بتساوي نيو بايت قول 1024 بدي استقبل فيها داتا جرام باكيت مثلا ريسيف باكيت بتساوي نيو داتا جرام باكيت بس بعطيها الداتا فاصله والداتا دوت لينكث استقبل فيها طيب ده بقى اللي ناتج نحوله لسترينج ابى كله سيستم دوت اد دوت رايت ذاكرينها ابى كله هيك شباب اريح لك سترينج اس تي ار بتساوي نيو سترينج وبعطيها الاري اوف بايتس شو عند الاري اوف بايتس عندي داتا صح بقول سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اس تي ار ذاتس اول هسه انا بتعمل كمان كلاس تمثل السيرفر كمان واحد تمثل السيرفر كيف رايت كليك كمان مره هون على البروجكت تبعي واد او نيو كلاس نفس العمليه شباب بدنا نعمل امبورت لجافا دوت نتورك دوت ستار تكتب لي هون بابليك static void main string args مثلا بدناش ننسى نعمل throws exception اللي فاهم السوكت في التي سي بي سهل عليه ليش عمل اثنين هون دكتور؟ بتقدر تعملها مثل عادية مش شرط اثنين تنقل عليها مظبوط بدي افرجيك برنامجين منفصلات عن بعض بس انت عامل بنفس البروجيكت مظبوط بس بدي افرجيك انا بنفصل عن بعض ممكن احط على كلاس على جهاز ثاني حتى هاي طيب داتا جرام ايش يا خليل؟ مش المفروض تاخذ ثريد النيو كلاس لا 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 مش تي سي بي مش تي سي بي خليل قصدي لانه على نفس البروجكت يعني راح يستنى يعمل هذا ممكن بصير فيش مشكله صحيح ممكن اعمل ثريد صحيح بث الثاني داتا جرام سوكيت بسميها سيرفر بتساوي نيو داتا جرام نفسها شباب نفسها داتا جرام سوكيت نفس هذيك الكلاس بعطيها 444 ذاكرة 44 صح مش صفر ما تختار انت عندك بورت سيرفر عندي بورت نمبر معين ستاتيك انا احطها عشان اخلي الكلاينت تشبك عليها اذا بعرفش البورت تاعت السيرفر بعرفش اشبك عليه السيرفر اول عمليه يكون بيها سند ولا ريسيف ريسيف او ريسيف حسب لا ريسيف الكلاين السيرفر الكلاين بعمل سنت صح؟ واذا عكسناها بظبط ولا لا؟ حسب كيف بظبط هيك؟ مو اصلا السيرفر كيف بيعمل شباب سنت هو بيعمل ريبلاي للكلاينت بياخذ الادرسنج انفورميشن من نفس الباكت اللي استقبلها
بتطلع كله هون كمان مره بايت داتا هاي اري تساوي نيو بايت، حط لك هيك 1024 مثلا، لان كله هون داتا جرام باكيت بتساوي نيو داتا جرام باكيت، بنستقبل اصلا شو سمينا نسميها هاي ريسيف باكيت، مش فاكر كان شباب نفس الاسامي، انا عملت نفس الاسامي داتا جرام باكيت، شو نعطيها هاي الداتا فاصله والداتا دوت ايش لينث، استقبلنا شباب صح؟ بقدر احط له برضه هون شباب بقدر احط له هاي كيف دائما نستقبل وايل ترو من اكثر من واحد يعني قاعده بزبط هاي وايل ترو، ضلك استقبل هاي الوايل ضلك استقبل، وكل مره بتستقبل باكيت حول لي اياها لسترينج، سترينج اس تي ار بتساوي نيو سترينج لمين؟ للداتا. حتى انا بعث لك ليان، طلعوا الفن في البعث لان شباب كيف طلع كيف ببعثه، برد اعمل كمان مره داتا جرام باكيت، اعمل كمان مره بدي اسميها سند بتساوي نيو داتا جرام باكيت، افتح قوس نيو داتا جرام باكيت، طلع كيف ببعث شباب، بعت الرساله بالاول، شو الرساله اللي عندي؟ بدك اكتب له هيك طلع كيف، اكتبها عليه مضبوط فروم سيرفر كونكاتينيشن مع مين؟ اس تي ار، كله هذا طلع شباب كله كمان قوس كله بعد ما عملت له كونكاتينيشن مع سيرفر دوت ايش؟ جيت بايتس، هاي الكوست تبع شو اسمه هاد بدي ارد انسخه كمان مره هاد كلياته، احط فاصله هون اجيب اللينك تبعه دوت لينك، هسه بدي الديستنيشن ادرس صح والبورت، كيف نجيب هذول الشباب؟ بعرف انش بجيبهم من وين؟ من الريسيف باكيت، بقول له دوت طلعوا الفن شباب جيت ادرس طلعوا، يعني بجيب الادرس ريبلاي بعمل على الباكيت اللي استقبلها بكرة منها الادرس جيت ادرس، وبقدر اجيب البورت نمبر كمان من ريسيف باكيت دوت باكيت سي دوت جيت بورت ديستنيشن بورت، طلع كيف؟ طلع كيف السيرفر بيعمل ريبلاي لما يرسل، بيعمل ريبلاي من نفس الباكيت اللي استقبلها بجيب الادرس، بجيب البورت من نفس الباكيت اللي استقبلها، جيت ريسيفد ادرس وريسيف بورت من نفس الباكيت اللي استقبلها، شفتوا كيف عملت باكيت؟ وبقول له هنا سيرفر دوت سند ايش؟ سند باكيت لا فلاش ولا ما يحزنون، حتى نجرب نشغل السيرفر شو عندي مشكلة يعني حتى نشوف داتا جرام سوكيت صح بايت داتا جرام باكيت هاي الصح نعرفها فوق مشان ما نضلش نعمل كل ساعة اوبجكت، انا مش عامل ريسيف صح للباكيت، طلع انا شو ناسي، طلع انا شو ناسي اعمل هون،
لو ظلت هون شباب بثرش، بس في قصة أنا ناسيها، مش عملت أنا رسالة باكيت، طبعا أنا ما استقبلتش باكيت بعدني، ما استقبلتش باكيت، لازم أقول هون سيرفر دوت ريسيف، أول عملية ما عملتهاش هالحركة، رسيت باكيت صح؟ وجهزت السترينج من الداتا وعملت السند باكيت وبعثتها، لازم أعمل ريسيف سند، بينما الكلاينت يعمل سند ريسيف، هيك صح، المفروض هيك صح. رن فايل، شفتوا كيف بستنى؟ ارجع على الكلاينت هون واعمل رن، لاحظ كيف الكلاينت يعطيك هسه انه فروم سيرفر المفروض. طيب خلينا نراجع الكود. سند شباب نفس المشكلة، طلع الكلاينت انا شو عامل فيه الكلاينت. طيب مظبوط، ما غلطت انا طبعا. الكلاينت شو عملت؟ انا جهزت الباكيت صح؟ ما عملت لهاش كلاينت، كلاينت دوت سند. طب وين ريسيف؟ فيش شيء ريسيف في الكلاينت. لازم اقول له هون كلاينت دوت ريسيف لمين؟ للريسيف باكيت. بعد ما استقبل الباكيت بحول الداتا لسترينج بطبعها. يعني انت خذ بعين الاعتبار انه السيرفر بده يعمل ريسيف بعدين يعمل سند، الكلاينت بده يعمل سند بعدين يعمل ريسيف، اذا بدك تشوف شو السيرفر ودالك. هاي رن فايل كمان مرة، وهون يا سيدي العزيز رن فايل المفروض يعطيني فروم كذا، شفتوا كيف فروم سيرفر لاست. على فكرة شغال السيرفر بعده شغال، يعني عندي في 10 كلاينتس قاعدين بتعاملوا معه، فيش اي مشكلة بدون ما تعمل بلوكينج ولا تعمل مالتي ثريدنج ولا ما يحزنهم. مفهوم يا اخوان؟ شباب معيتو؟ ما لكم صافنين؟ هذا الكود تحط لكم اياه بعش. انا عندي عمل مجموعه على الهي صح؟ جروبس مش عارف شو اسم المجموعة، تروح عليها كمان مرة. اوكي احط لكم السيرفر في الاول، هاي السيرفر يا سيدي يو دي بي، هاي يو دي بي ترافيك. بداية نحط السيرفر، وهاي الكلاينت. شباب كل الأمثلة اللي أخذناها على القصة هاي بتطبقوها، هذه بتطبقوها هون، يعني كيف تعمل شات، كيف 4+5، القصص اللي أخذناها قبل هيك. هاي الكود هون دكتور، نقدر عنده... نعمل ريسيف من جهه السيرفر، سند من اول من السيرفر. انا عملت فيش عندنا، اسمع اسمع خليل، انت لاحظت فكده بتعمل الاي بي تبعه البورد صح؟ اذا انت بتحط من عندك ستاتيك بزبط، فيش فرق بين السيرفر والكلاينت هون، يعني نفس كلاس. تلاحظ شغله انت هون، يعني انت بدل ما تقول له هون بالسيرفر هاي السيرفر، بدل ما تقول له انت هون هذول القصص هاي ها شايفها جيت اي نت، انت حط اللوكال هوست واعطي لك كلاينت بورت نمبر، اعطي لك كلاينت بدل السفر بترد عليه قاعده. بس بدك تراعي نقطه خليل، الكلاينت بيعمل ريسيف قبل سنت صح؟ مظبوط. انا عندي بالبروجكت هيك عملته، انه اذا استقبل من السيرفر اي شيء فيه نقطتين فوق بعض، نقطتين رئيسيتين،
معناه انه السيرفر بيستنى برد. حلو، حر انت تكتب لي البروتوكول، هذا مطلوب بالماده. ممتاز هيك انا عملت انه هو يبلش يبعث اول شيء السيرفر، ممتاز يعني ممتاز يبعث انه يدخل شيء. ممتاز. شباب بديش اعطيكم اكثر من هيك، وهذا مطلوب اخر شيء في الماندي، بس هذا الحكي اللي اخذناه اليوم على يوديبي طبقوه على الانفيلد البي سي بي اللي اخذناه. تقدر تعمل شات، تقدر تعمل اوبريشن ماث اديشن، كل الاشياء اللي طبقناها. احنا نعطيك كيف ترسل تستقبل، بس الابلكيشنز كثيره لا تحصى طبعا. حر انت شو تسوي؟ هذا عنده اي سؤال؟ دكتور تعمل مناقشة بكرة للكل؟ هذا الكل بنلحق الكل يعمل مناقشة بكرة؟ مش انتو بارتنرز ثلاثات؟ اه خلص زيادة تاني شو بقى شو بصير معنا. خلصناش من اي موعد ثاني، بس اللي بيطلع اسمه شباب وبقول فلان مثلا بكاش حاضر بيخسر علامات يعني بالمناقشة. مش احنا استناك واي موعد ثاني غير بيحط صفر. يعطيكم العافية. طيب دكتور احنا نبقى بالجامعة يعني ما نقدرش نناقش بالجامعة. ناقش في الجامعة زوم بتناقش. قصدي علينا دوام بالجامعة بكرة فاينل. أنا عندي محاضرة بكرة، عندي محاضرة، أنا بكرة عندي محاضرة هسه بهذا الموعد. ليش أحط لك فاينل نفس موعد محاضرتي؟ قصدي قبل المحاضرة أنا، بس كيف نناقش في الأجهزة في الجامعة؟ جيب معك لابتوب دبر حالك. تمام دكتور. دكتور أنا عندي إيرور بتقدر مش عارف أحله. كريم بقدرش اشوف لك كل واحد، هذا بروجكت بعد ما تناقش بشوف لك وين الايرور او خلي احد يساعدك فيه من الاخر. يعني مشكلة شكله بالتطبيق دكتور، السكانر عندي مش شغال، نفس الكود اللي كتبته أنت في المحاضرة مش شغال. عملت لها امبورت؟ اه طب بس دور بقول على لي الجار فايل، دور على الجار فايل اللي فيه السكانر وضيفه عندك على البروجكت. تمام اعمل كول جار فايل سكانر وشوف كيف بتضيفه، طلع كيف الستبس، ضيفه عندك على البروجكت بزبط. ماشي، يعطيكم العافية. سلام عليكم.